نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثالث يقول: أحبكم في الله فضيلة الشيخ. ويقول: هناك أحد الإخوة من فرحه بقدومكم وسروره بمجيئكم جاء إلى الدورة وترك زوجته وهي في حالة وضع، فهل عمله هذا صحيح؟ وهل يأثم بتركه لها؟ إن كان هناك من أقاربها من يقوم عليها أو من أقاربه النساء والرجال من وراء حجاب وترك ما تحتاج إليه من المال فلا بأس، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا منهم من باب التعاون على البر والتقوى، وهو جاء لطلب العلم يتعلم ويعود إن شاء الله معلما لهم. وأما إن كان لم يترك أحدا يقوم عليها ولا ترك مالا مما تحتاج له فهو آثم، وعليه الندم والتوبة إلى الله والاستغفار، والله المستعان.